نعم، مساء النور مع هذا البث المباشر لمستجدات قضية بوحجة. اليوم السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني خرق كل البروتوكولات المتعارف عليها داخل قبة البرلمان هنا، حيث خرج للغداء ماشيا على قدميها رفقة نائبين، وذلك في العاصمة، حيث قام بارتشاف فنجان قهوة مع نائبين سابقين. النائب الأول هو رياض عنان، هو نائب سابق عن الأفلان محسوب على الفريق المتقاعد الجنرال طفيق. كذلك هي محاولة من الرجل الثالث في الدولة لاستعراض عضلاته، وكذلك محاولة استعطاف شعبي وهروبه من الضغط الذي يعانيه هنا داخل قبة البرلمان. هناك ضغط كبير، إذا حاول الرجل الثالث في الدولة السعيد بوحجة الخروج عن البروتوكولات ومحاولة يعني خروج عن الضغط الممارس عليه هنا استعطاف الشعب. قام بالتقاط صور مع الشعب، مع شباب وكذلك شابات كهول، محاولا ذلك كسر كل الطابوهات. لكن نزوله للعاصمة وارتشافه قهوة مع نائبين سابقين ونائب مسبوق نائب محسوب على جنة طفيق تحمل الكثير من القراءات. إذن في انتظار الجديد سنوفيكم به في قادم الأخبار القادمة.